السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بفضاء الرياضيات المستوى الثالث. التمارين موجودة في صفحة 32. نبدأ على بركة الله. أكتب كل عدد كتابة رقمية. عندي هذا العدد، سأكتبه هذا الأعداد أكتبها كتابة رقمية، يعني بالأعداد بالأرقام. 1111، 1111 هو هذا. 7806، 7806 يعني العشرة أو العدد ديالي. ثم 800 + 50 تساوي 850 + 6 856. 3 في 1000 تساوي 3000 + 5 في 100 تساوي 500، يعني 3000 سأكتب هنا. 3000 + 500 هذه 6 في 10 = 60. إذا 3000 + 500 تساوي 3500 + 60 تساوي 3560 + 4 تساوي 3564. ننتقل إلى التمرين الثاني. بالنسبة للتمرين الثاني، أحسب الدراهم التي أدى بها أنير الحاسوب وأكتب الثمن بالأرقام والحروف. انتبهوا، أنير طفل أراد شراء هذا الحاسوب فدفع هذه الأوراق النقدية، فسنحسبها. إذا عندي هادو 10 أوراق، 10 الأوراق من فئة ماذا؟ 10 من فئة 100. إذا عندي 10 في 100 شحال؟ ها وحدة، ها جوج، ها ثلاثة. 10 في 100 + 10 في 100 + 10 في 100. انتبهوا هنا، شحال عندي من أوراق نقدية من فئة 100؟ 1 2 3 4 5 + 5 في 100 زائد شحال عندي 10 دراهم؟ 2 في 10 زائد 1 2 3 4 5 + 5. إذا سنحسب 10 في 100 كم تساوي 1000. شحال مرة عندي هاد 1000 معاودة؟ 1 2 3. إذا 3 في 1000 + 5 في 100 زائد، إذا هادو كاملين جمعتهم في 3 في 1000 + 5 في 100 + 2 في 10 + 5 اللي غتساوي لي 3000 + 500 + 20 + 5 تعطينا 3525. ننتقل إلى التمرين رقم 3. ألاحظ الجدول الذي يبين المسافة الفاصلة بين بعض المدن المغربية، مثلا بين تطوان والرباط هشحال، بين تطوان والعيون هشحال، بين تطوان ووجدة هشحال، بين تطوان والصويرة هشحال. إذن أرتب المسافات بين المدن من أقربها إلى العيون إلى أبعدها منه. إذا إحنا نبحث عن ماذا؟ مقارنة بين العيون وباقي المدن. إذا عندي العيون هنا، العيون وتطوان 1400. أيضا سنقارن هذا العدد مع العيون والرباط، العيون ووجدة، وكذلك العيون والصويرة. واضح؟ سنقارن هاد ثلاثة الأعداد ديالنا. إذا شكون هما أصغرهم؟ هذا مكون من ثلاثة الأرقام، ولكن هذا من 4 وهذا من 4 وهذا من 4. إذا أصغرها هي هذه، ترتيبها من أقربها. الأقرب ديالها هي الصويرة، يعني 822 أصغر من ثم تليها ماذا؟ 1700، 1200، 1400. إذا 1000 عندنا فيهم كاملين. ننتقل إلى المئات، هنا عندي 7، هنا 2، هنا 4. إذا هذه 1251. ثم نقارن 4 و7، إذا هذه 1451. ثم 1748.
بالنسبة للسؤال الثاني، اكتب كل مدينتين تتجاوز المسافة بينهما 1000 كيلومتر كما في المثال. مثلا عندي الرباط والعيون 101 ألف، يعني ديما في هذا الإطار. العيون، اكتب مدينتين عطوني العيون والرباط عندهم 1251. نبحث عن عدد آخر، مثلا وجدة والعيون. وجدة والعيون 1748. فنبحث مرة أخرى على هذه الأعداد، سنجد كذلك تطوان والعيون. تطوان والعيون 1451. إذن هذو هما ثلاثة المدن اللي يتجاوز بيناتهم. عندنا هذا العدد الكبير وهذا وهذا، نفسه يتكرر هنا وهنا وهنا. صافي، هذو هما الأعداد اللي عندنا.